بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم وطاعاتكم إن شاء الله تعالى. في رواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: لما أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله، أفاض بمعنى أن رسول الله رجع وانتهى من الحج وهو عازم للرجوع إلى المدينة المنورة، تلقاه أعرابي في الأبطح، منطقة الأبطح، منطقة ما بين مكة والمدينة، تلقاه رجل أعرابي فقال: يا رسول الله، إني خرجت أريد الحج فعاقني عائق، أنا طالع للحج ولكن منعني مانع، وأنا رجل ميل، رجل غني كثير المال، فمرني أن أصنع في مالي ما أبلغ ما بلغ الحاج. يا رسول الله، علمني شيء أفعله حتى أحصل على أجر الحجاج، لأن أنا ما لحقت على الحج، يعني طلعت حتى أجي للحج ولكن ما قدرت أوصل للحج. وتعرفون في ذاك الزمان يأتون من مناطق بعيدة على الدواب، قد يصلون قد لا يصلون، قد يموتون في الطريق. وهذا الأعرابي رجل غني تاجر خرج يريد الحج ولكن منعته الموانع، فيطلب من رسول الله، من رسول الله صلى الله عليه وآله، أن يأمر بشيء، يعطي صدقة، شيء من هذا القبيل، حتى يحصل ما حصل عليه الحاج من الثواب. تقول الرواية: فالتفت رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أبي قبيس، جبل عظيم بقرب جبل صفا، يعني في جانب الصفا، جبل عظيم بجنب الحرم الشريف. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وآله إلى جبل أبي قبيس فقال: لو أن أبا قبيس لك زنته ذهبة حمراء أنفقته في سبيل الله ما بلغت ما بلغ الحاج. يا أعرابي، لو عندك ذهب بقد هذا الجبل، جبل أبي قبيس، جبل عظيم، أعظم جبل عند الكعبة الشريفة، أعظم جبل عند الكعبة الشريفة، يعني أقرب جبل إلى الكعبة هو جبل أبي قبيس وهو عظيم. وكانوا لما يشبهون بالشيء الكبير والعظيم والشيء المهول كانوا يشبهوه بهذا الجبل. ورسول الله قال: لو عندك ذهب بقدر هذا الجبل تنطيه في سبيل الله ما بلغت ما بلغه الحاج من الثواب. فشوفوا إخواني، ثواب الحج وعظمة الحج وأجر الحج كم هو، حتى أن الإنسان لو أنفق الذهب الحمراء، الذهبة الصافية الخالصة في سبيل الله على أن يبلغ ثواب الحاج، لا ما حصل عليه وما بلغه. فلنعرف قيمة هذه الأيام، ولنعرف قيمة هذه الرحلة الطيبة المباركة، ونستغلها أشد الاستغلال. يؤسفني أن أرى كثير من الإخوة والأخوات الحجاج يتلفون وقتهم ويضيعون وقتهم في الجلسات الغير المفيدة، في الدوران في الأسواق، وأسواقهم ليست أفضل من أسواقنا، وأسعارهم ليست أرخص من أسعارنا. فلكن على حال هذا الدوران الكثير في الأسواق والجلوس في الحرم منشغلين بالجهاز، بالموبايل، بالبث المباشر وغيره، هذا في واقع الحال يخفف من روحانية
الحج، يخفف من معنوية الحج. يا ريت نصرف وقتنا في تلاوة القرآن في الحرم الشريف، في النظر إلى الكعبة، النظر إلى الكعبة بحد ذاته عبادة، في الطواف حول البيت. ونسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لذلك. أنا أعرف حجاج الله يذكرهم بالخير عملوا ختمات عديدة. إحدى الأخوات في رحلة ذكرت لي أنه أنا ختمت القرآن 5 مرات. نعم أنا شاهد على ذلك، يعني أنا شاهد على ذلك، وقد جربنا هذا الأمر. يعني إنسان مو صعبة، يومية يقرأ، يومية يقرأ 6 أجزاء، 6 أجزاء في 5 أيام، أنت كمل القرآن 5 أيام وأنت جالس في مكة والمدينة مجموعا تقريبا 1 شهر، في اليوم 6 أجزاء، والأجزاء 6 لا تأخذ إلا 3-4 ساعات في اليوم الواحد. فأقول عليه حال يحتاج توفيق، يحتاج قرار، يحتاج توفيق، يحتاج توجه. وانظروا إلى فضل قراءة القرآن في الحرم الشريف، فضل قراءة القرآن في مسجد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. عليه حال نسأل الله التوفيق لذلك. نرجع إلى بحثنا أيها الأحبة. قلنا أنه الإنسان لما يحرم إحرام العمرة أو إحرام الحج فتحرم عليه عدة أمور، محرمة عليه أمور عديدة، منها الاكتحال، أن يكتحل الإنسان أو المرأة أو الرجل يكتحل بالكحل الأسود وأيضا غير الأسود بسبب الزينة، يعني لأجل الزينة ولتزين، فهذا حرام سواء عد زينة أو ما عد زينة. أنا شخصيا لما أكتحل حتى أزين عيني أو أزين وجهي حتى لو لم يكن زينة، يعني الناس يشوفوا هذا مو زينة، ولكن أنا قاصد الزينة، يقول الفقهاء أنه هذا من محرمات الإحرام، من محرمات الإحرام. طبعا المستحب الأحوط الأولى أن الإنسان إذا اكتحل أن يكفر بشاة. والأولى إخواني كما قلت يوم أمس أنه أن نترك هذه القضايا، كل شيء اسمه زينة وتزين وأناقة وتجمل، هذه وقت الإحرام يريدك الله، يريدك الله أشعثا أغبرا، على أي حال متمسكنا متضرعا مبتهلا إلى الله، بملابس على أي حال إحرامك الذي أنت لبسته، ووضعك المزري كأنك خارج من قبر ومحشور من القبر، هذا الذي يريده الله. أما إحرام وعطور وما أدري زينة وتزين وساعة ذهبية ونظارة شمسية وما أدري الموبايلات الكذائية، أنا لا أقول أن الموبايل بيدك في إشكال، ولكن الله يريدك في حال الإحرام أن تكون بحالة تشير وتظهر على أنك في حال عبادة وخضوع لله سبحانه وتعالى. من محرمات الإحرام أيها الأخوة هو الفسوق. الفسوق بمعنى الكذب والسب والشتم والتباهي والمفاخرة، كل هذه الأشياء حرام على الإنسان أن يسب الآخرين سواء كان محرما أو غير محرم، والكذب حرام سواء كنت محرما أو غير محرم، لكن في وقت الإحرام هذه الحرمة تشتد، الحرمة تضاعف. وكذلك المفاخرة، مفاخرة أنه أنت في واقع الحال تحاول أن تبين للآخرين أنا أفضل منك وأنا خير منك وأنا أحسن منك، عشيرتي
ليست كعشيرتك، وعلمي ليس كعلمك، ومالي ليس كذا، ووجاهتي. هذا النوع من التباهي أمام الآخرين بالنسب والمال والجاه والولد، هذه في الواقع إذا كان الإنسان يذكر هالأشياء حتى يهين الطرف الآخر ويصغر من قدره، هذا في إشكال، هذا هو الحرام. مرة أنا صاعد في محاضرة مثلا أتكلم عن سموه أنا يعني أي شخص، أنا هذا مو طريقتي ولا طبيعتي، أنه أنا ابن فلان، وأنا الأسرة الفلانية، وأنا ابن المرجع الفلاني، أنا صاحب الكذا الفلاني، هذا أريد أبين شخصيتي، ما في مشكلة يعني، ليس فيه إهانة للطرف الآخر. لابس إحرام وجالس في مجلس، الناس ما يعرفوني، أعرف نفسي، هذا لا إشكال فيه. أما إذا أنا أتفاخر بالجاه والولد والمال والنسب والمنصب والأولاد، وهذا إذا كانت تريد كسر الطرف الآخر وتحقر تقول له أنت حقير وأنا أفضل منك، هذا لا يجوز بأي شكل من الأشكال، سواء كنت محرما أو غير محرم، ولكن حال الإحرام على حال الحرمة تشتد. من محرمات الإحرام إخواني الجدال، الجدال بمعنى الحلف والقسم، أن أقسم في كلامي وفي مناقشاتي. الأخ يقول أنت قلت هالشكل، قلت له لا والله أنا ما قلت، إي والله أنا قلت، لا بالله، إي بالله، هذه يسموه جدال. وجعل القسم والحلف واليمين في أثناء النقاش لإظهار قضايا أريد أثبتها، أنا أريد أثبتها للطرف الآخر، ماكو داعي يعني، قال لك يا أبي أنت ما سلمت علي، قلت له أنا سلمت، قال لا أنت ما سلمت، قلت لا والله أنا سلمت، أي بالله أنا سلمت. هذا في واقع الحال جدال. في الحج لابد إنسان أن ماذا؟ في الإحرام لا يجادل، لا يجادل. القرآن الكريم يصرح بهذا الأمر، أنه لا جدال ولا فسوق في الحج، بدون أن تقسم لإثبات شيء. هسه واحد قاعد أمامي يدعي ادعاءات على شخص مسكين الله ماكل حقه، وأنا شاهد، وإذا ما أقسم حقه راح يروح، هنا ما في إشكال أن أقسم لإظهار وإثبات حق لئلا يسلب حق شخص، هنا لا إشكال فيه. أما لإثبات حقيتي وإثبات على أي حال رأيي أو قناعتي، هذا في أيام أو في وقت الإحرام ينبغي تركه بأي صورة كانت. إذا حلف الإنسان ثلاث مرات صادقا، يعني مو كاذب، صادق، أنا صادق وقسمت، حتى لو حلفت صادقا ثلاث مرات فعليك كفارة شاة، تذبح شاة وتعطيها للفقراء. أما إذا حلفت مرة واحدة كاذبا عليك شاة، وإذا حلفت مرتين كاذبا عليك شاتين، وإذا أحلفت ثلاث مرات كاذبا عليك أن تذبح بقرة. فالإخوة يحذروا من هذا الأمر، أرجوكم يا أخوان العراقيين الله يحفظهم، لما يتكلمون أولا يصرخون ويجادلون ويتناقشون زايد، وبعدين هم القسم هم على لسانهم. أنتم كمحرمين شوية أضبطوا أنفسكم، شوية لا تتكلمون زايد، اذكر الله سبحانه وتعالى، ماكو داعي أتباحث، ماكو داعي أتناقش أصلا، وقت الإحرام أذكر الله سبحانه وتعالى وأسبحه وأستغفره. من محرمات الإحرام أيها الإخوة قتل هوام البدن. هوام البدن الآن الحمد لله ماكو هوام بدن، أول كان أكو حسب تعبيرنا قمل، يعني القمل حسب تعبيرنا كان منتشر في جسد الزوار والحجاج، شوف القمر يمشي
زين أنا محرم أقتل هذا القمل إن صح التعبير، هذا القمل أقتله ما يجوز. هذا البعوض اللي يقعد على إيدي، هذا البعوض والبق أقتله ما يجوز. لا يجوز قتل القمل وكذلك النمل والبعوض والبقي والجرادي وأي شيء من الحيوانات وأنت محرم لا يجوز لك قتله. وإذا شوف أنه على حال نملة تمشي على ثيابك أنه ماذا أن تبعدها عن ثوبك وبشكل أو بآخر تشيلها بورقة، تشيلها ما أدري بطريقة هالشكل وتخليها على جنب باحترام باحترام يعني بدون إيذاء. هذا على أي حال لا إشكال فيه. بعض الأعلام أصلا نقل النملة من مكان لمكان يقول لك أنت ما لا تسويها، بعض الأعلام هالشكل حتى نقلها يحتاطون بعدم نقلها، فكيف بقتلها؟ فلا يجوز قتل الحشرات هذه. والأحوط وجوبا أنه إذا ماكو هناك ضرر كبير عليك لا يجوز قتله. إذا تقول لا أكو فيروسات جاية، أكو مرض جاي، ملاريا، هاي الملاريا سيدنا تنتقل عبر البعوض، وأنا إذا ما أقتلها ما أكافحها ترى قد، هذا بحث آخر، هذا بحث آخر. أما إذا واحد قتل القمل أو قتل الحشرة كم يعطي من الكفارة؟ إذا كانت من القمل إن صح التعبير يعطي كفارة كف من الطعام، يعني مد من الطعام ينطي إلى كف بمقدار يعني هذا الشيء، حنطة بمقدار إيدي تشفي وأنطي للفقير. وإذا البق أو البرغوث أو البعوض هنا حسب تعبير الإعلام أنه لا كفارة في قتله، الاستغفار يكفي. من محرمات الإحرام أيها الأحبة التزين، الإنسان أن يتزين، فيحرم على المحرم والمحرمة أن يتزين. ولا بد أن نجتنب كل أشكال التزين، كل أشكال التزين نجتنبها. قلت سواء كان صبغ الشعر، صبغ اللحية، ما أدري مولانا وضع المكياج أو لبس الزينة أو على أي حال تمشيط الشعر، هذا كله لا يجوز في وقت الإحرام. واحد يقول سيد أنا ما أقصد التزين، أنا أقصد التنظف. حتى لو تقصد التنظف، أصل هذه الحالات أنت لما تمشط شعرك شنو معناه تمشط شعرك؟ هذا اللي يشوفك يقول هذا جاي يعدل شعره، يرتب شعره، يرتب شعره يعني يطلع مرتب يطلع. بس واحد يقول سيدنا الشباب يقول سيدنا يعني الله يريدنا مبهذلين؟ اي نعم الله يريدنا مبهذلين وقت الإحرام. هذا الله يريدنا مبهذلين وقت الإحرام. ليش الله يريدنا مبهذلين؟ هذا بعد في البحث لازم ندخل فيه، انه الله يريد عباده على حال حالة من التمسكن والابتعاد عن مظاهر وزينة الدنيا والتباهي والتمظهر بالجمال والكذا. الله يريد العباد على ما هم عليه. شلون واحد طالع من قبره؟ الله يريدك هالشكل. ليش؟ حتى يشعرك أنك هذا أنت، هذا أنت، أنت هذا الضعيف المسكين المستكين الفقير اللي ما عليك إلا هذا الإحرام اللي عليه حال. إذا ألقي عنك هذا الإحرام، إذا انشال عنك راح تنفضح، تطلع إنسان عاري من كل شيء. هذا الله يريدك، ما يريدك واحد شايف نفسك. فالتزين حرام. أشكال التزين ومصاديق التزين راح نتكلم عنها بعد الفاصل، حياكم الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حياكم الله إخواني وأخواتي الكرام.
من مصاديق التزين هي لبس النظارة الشمسية المزينة المزركشة. من مظاهر التزين لبس الخواتيم التي فيها على حال نوع من النقوش المزينة الكذائية. بعض الناس يشوف لابس خاتم يلفت النظر، يعني هذا شيء كلش جميل. واحد لا، لابس خاتم هو عقيق وليس فيه نوع من الصياغة الكذائية، لا. إذا في صياغة جدا جميلة وكذا، هذا الأحوط أن الإنسان ينزعه، واقع ينزعه حتى لو كان عقيق. الإحرامات اللي فيها حسب تعبيرنا فيها النقوش، أو حسب تعبير النسوان دانتيل ما دانتيل، هذه في زينة، هذه لابد إنسان أن لا يلبسها. والزينة على حال القلادة والأساور والأقراط الذهب اللي تلبس المرأة من الحلي اللي تلبس المرأة، هذه لا يجوز لبسها في وقت الإحرام. زين، سو واحدة تقول يا أبا سيدنا أنا لابسة تركيات يعني تراتشي، وهذه موجودة يعني أنا لا أشيلها ولا أخليها، صار لها سنين. هذا ما في إشكال، لا إشكال في لبس التراتشي ولبس الأسوار اللي يتم اعتادة تلبسيه، ولكن أن لا تظهريه للآخرين. زين، من محرمات الإحرام أيها الأحبة هو الإدهان، استعمال أي شيء من الدهون، سواء دهن الشعر أو دهن الوجه أو دهن الأيادي، كريمات اليد والوجه والشفاه، ودهن مثلا للجسد، ما يجوز. سواء كان زيت الزيتون، زيت ما أدري اللوز، الزيوت الطبية المتعارفة، هذه لا يجوز الإدهان وقت الإحرام، لا يجوز الإدهان وقت الإحرام. بلي، بعض الأحيان تقول سيد أنا إيدي مرضوضة والطبيب منطيني الدهن لازم شنو أدهنه كل ليلة، وإذا ما أدهنها إيدي على حال تبقى معلولة. إحنا نقول لا أشكال في ذلك، بشرط أن يكون الدهن خالي عن الطيب وخالي من ماذا؟ العطور، لا إشكال في ذلك. بعض الإخوة الله يحفظهم شوية متينين أو حتى غير المتينين، شوفه يمشي بحرامه فيصير عنده احتكاك بين الفخذين، يصير عنده احتكاك وما يقدر يمشي. هنا لا إشكال في ذلك أن يخلي عليه حال شيء حسب تعبيرنا يجعل المنطقة منطقة فيها نوع من عدم الاحتكاك، أو يخلي دهن، ولكن بشرط أن لا يكون الدهن فيه عطر. لا يجوز استعمال مرطب الشفاه، ولا يجوز استعمال دهن الشعر وما إلى ذلك. نعم، يجوز للإنسان أن يستعمل كما قلت ما كان علاجا لمرض أو وقاية. يقول أنا سيد إذا ما أخلي دهن راح أتأذى، يعني راح أنجرح، فوقاية لا إشكال فيه بشرط عدم الطيب وعدم وجود الطيب. من تعمد الإدهان فعليه كفارة شاة. كذلك إذا كان الإنسان جاهل بهذا الأمر استعمل الدهن، عليه كفارة إطعام فقير، مو كفارة شاط، طعام فكر. زين، إذن التعمد عليه كفارة شاط، أما بدون يعني لا يعرف جهلا
عليه إطعام فقير. من محرمات الإحرام أيضا أيها الأحبة إزالة شعر البدن. شعر البدن لا يجوز إزالته وأنت في حال الإحرام سواء امرأة أو رجل. مثلا أنا أريد أزيل بعض الشعيرات التي مثلا في وجهي، أو مثلا الأخت تريد تنظف وجهها في وقت الإحرام، لا يجوز ذلك. أو إذا نظف مثلا جسمي من الشعر الزائد، لا يجوز ذلك. قبل الإحرام سوي، قبل الإحرام روح نظف، روح ما أدري احلق شعر الآباط، شعر الصدر، شعر المدريج، كل مكان، ما في مشكلة قبل الإحرام. أما حال الإحرام لا يجوز ذلك ولو شعرة واحدة، ولو شعرة واحدة تنتفها أو تشلعها وأنت تقصد هذا الأمر ما يجوز، لا يجوز ذلك. يحرم على المحرم إزالة الشعر عن نفسه، وكذلك أن يزيل الشعر عن بدن غيره. يجي واحد يقول تعال احلق لي وأنا أقوم أحلقه، ما يجوز، أنت محرم شلون تحلق الآخرين؟ إذا حلق المحرم رأسه متعمدا، إذا جاب حسب تعبيرنا الماكنة أو المقص وبديت أقص شعري أو أحلق شعري، فعلي كفارة شات وإن كان الحلق لضرورة، فكفارته شات أو صيام 3 أيام أو طعام 6 مساكين. يعني يقول سيدي أنا على حال عندي ضرورة لازم هذا الشعر أشيله أو هذا الشعر حلقة، إذا كان كذلك الكفارة ستكون مخيرة، إما شات وإما صيام 3 أيام أو طعام 6 مساكين. زين، تقولون أنه قص الشعر ما يجوز وحلاقة الشعر ما يجوز، نتف الشعر شنو؟ جواب نفس الكلام، كما أنه لا يجوز حلق الشعر لا يجوز نتفه سواء كان تحت الأبط أو غير ذلك. ومن نتف شعر إبطيه كفارته شات إن نتف إبطيه، يعني اثنينات، والأبط الواحد أيضا على الأحوط وجوبا إذا كان الإنسان نتف شعر تحت الأبط. إذا الإنسان نتف لحية شعر لحيته، فنتف واحد هالشكل ينتف شعر لحيته، هذا حرام، ومن فعل ذلك كفارته إطعام مسكين بكف من الطعام. أما أنا في واقع الحال جاء أتوضأ، تدرون لما واحد يتوضأ يغسل وجهه، لما أغسل وجهي تسقط شعيرات من لحيتي، شعيرات من إيدي، جاء أتوضأ شعيرات إيدي تسقط. هنا الفقهاء قالوا لا إشكال في ذلك، سقوط الشعر في حال الوضوء أو في حال الغسل أو في حال الاستنجاء، جي يغسل على حال منطقة النجاسة وقد تكون شعيرات تسقط، لا إشكال في ذلك. بعض الأحيان أنا أحرك إيدي هالشكل، حرك إيدي وأعدل إحرامي، الشعر من شعر جسمي يطيح، هذا ما في مشكلة، هذا أنا لست قاصدا ولست على حال عامدا ولست ملتفتا، أصلا هذه طبيعة الإنسان يمشي والشعر يسقط، هذا أمر طبيعي. ولكن الأفضل للإنسان الذي يقدم على الحج وطالع للحج أن يعمل حسب تعبيرنا عملية تنظيف كاملة، ينظف جسمه مناطق الحساسة، على حال يحلقها تحت الآباط، يحلقها ويرتب أمره حتى بعدين لا يقول أنه صار عندي والله احتكاك، صار عندي ما أدري نوع من المشاكل حسب تعبيرنا. تدرون هناك جو حار جدا، جو جدا حار وأيام صيف قارض، فيمكن إنسان يصير عنده حساسية معينة، فهذا الأمر في واقع الحال ينهي في حمام جيد وإزالة للشعر للبدن ب
المناطق الحساسة بشكل كامل. من محرمات الإحرام أيها الأحبة إخراج الدم من البدن. أن واحد يدمم نفسه، يدمم نفسه، العراقيين يسموه يدمم نفسه. يعني شو يدمم نفسه؟ يعني أنا مثلا أجرح روحي، أجرح، أو مثلا ألعب بأظافيري أو كذا وأقلع شيء من الجلدة ويطلع دم من يم الأظافير، أو أتعامل مع وجهي بشكل بأظافير حادة كذا يطلع دم، أو أحك حكة قوية حتى يطلع دم، هذا ما يجوز. لا يجوز إخراج الدم من البدن سواء بالحكي أو بالجرحي أو بالعلي حال أو بشيء من هذا القبيل. سواحد يقول يا أبا أنا أحتاج إلى عملية، أحتاج إلى عملية وهذه العملية راح تطلع دم، هذه ضرورة والضرورة لا إشكال فيه. فلا يجوز للمحرم، هاي اسمعوها جيدا، لا يجوز للمحرم أن يحك بدنه مع علمه بأن الحك هذا راح يطلع دم. يعني أنا أعرف واحد الله يعطيه العافية شوية يحك، يعني فرد 10 ثواني في منطقة واحدة يحك الجلدة على حال تنجرح، هذا ما يجوز له أصلا يحك، ما يجوز له يحك لأن يدري أنه الجلدة جلد حساس. زين أنا أغسل أسناني سيدنا، أغسل أسناني، أعمل المسواك الأسناني، وتدرون اللثة بعض الأحيان تنزف، هذا لا إشكال فيه. إذا إنسان استاكل، لأن هو أصلا المسواك وغسل الأسنان وتنظيف الأسنان مستحب، فالإنسان لما يعمل هذا الشيء ويعلم أنه راح يطلع دم هذا لا إشكال فيه. يجوز للمحرم أن يستاك، يعني ينظف أسنانه حتى لو علم أنه سيخرج الدم. جيد. من محرمات الإحرام أيها الأحبة تقليم الأظافر. لا يجوز للمحرم أن يقلم أظافره حتى لو أظفر واحد، حتى لو أظفر واحد. بعض الأحيان، بعض الأحيان أظفري ينكسر، أظفري ينكسر، إنسان ضرب مكان انكسر، وهذا يبقى حسب تعبيرنا يعني مؤلم، يعني الأظفر نصفه مكسور، أينما يقع وأينما يصطدم سيوجب ألما. هذا إذا كان يوجب الألم والأذية يجوز قصه، قص الأظفر الذي هو في الواقع مكسور أو فيه حسب تعبيرنا النتوءات مؤلمة، هذا ما في إشكال، هذه حالة ضرورية. ولكن إذا قص هذا الأظفر اللي هو مكسور أو مؤذي عليه كفارة قبضة من الطعام، أيضا كف من الطعام يعطي للفقير. أما من تعمد تقليم أظافره عن كل أظفر مد من الطعام، كل أظفر لازم يعطي كف من الطعام، وإذا بلغت 10 أظافر فعليه شات، أن يذبح شات ينطيها للفقراء. من محرمات الإحرام أيها الأحبة، طبعا هذه أيضا بها نصيحة، أنه قبل الإحرام أنه نعمل شنو، عملية تنظيف الأظافر، أرجلنا وأيدينا، الأرجل والأيدي، حتى نرتاح ولا شيء يأذينا ولا شيء ماذا يزاحمنا. وخصوصا في وقت الطواف إنسان لما تكون أظافير أرجلة أو أظافير أصابع القدم طويلة قد تؤذي الحجاج الآخرين، وهذا عليه حال لا ينبغي المؤمن أن يكون مؤذيا. من محرمات الإحرام الأخرى هي قلع الضرس. واحد يروح يشلع أسنانه، قلع الأسنان في وقت الإحرام لا يجوز ذلك، وإن كان سماحة السيد لا يرى فيه بأسا، لا يرى فيه بأسا، ولكن كل الفقهاء الآخرين
يقولون يحرم على المحرم أن يقلع ضرسه وإن لم يستلزم الإدماء، يقول حتى لو ما يطلع دم ما يجوز أن تقلع سنك. سماحة السيد يقول لا إشكال في ذلك، وإن كان الأحوط الأولى ترك ذلك. من محرمات الإحرام أيضا حمل السلاح، لا يجوز للمحرم أن يحمل سلاحا سواء كان السلاح أبيض أو سلاح حسب تعبيرنا ناري، يعني خنجر، سكينة، قامة، سيف، بندقية، هذا كله لا يجوز للمحرم أن يحمل السلاح، إلا اللهم إذا كان يحس بالخطر الكبير وهناك ضرر. مثلا احنا في الطريق جاي نمشي من مكة المدينة واكو سلابة او اكو شيء من هذا القبيل واحنا محرمين، فانا اشيل السلاح حتى ادافع عن نفسي وادافع عن القافلة، هنا ما في مشكلة. اما اصل الاحرام والمحرم ان يكون مسلحا هذا لا يجوز في حال الاحرام قطعا. وكذلك من محرمات الإحرام أيها الإخوة هو الصيد البر وأكله وإيذائه والإعانة على صيده وقتله. تدرون أكو الصيد صيد بحري وصيد بري. صيد البري هو هذا، الواحد يصيد لغزالة، يصيد لما أدري بعض الحيوانات القابلة للأكل أو حيوانات اللي يتاجرون بها. فهل يجوز الإنسان أن يصيد في حال إحرام؟ لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك. وإذا شخص صاد شيء وانطاني إياه قال لي خلي يمك، هم يجوز، لا يجوز لي أن أخذ صيد الآخرين وأحفظه عندي لأني محرم، ولا بد أن الإنسان لا يعين الآخر على محرمات الإحرام. بعض الأحيان يشوفون أنه ذولا البعض يأكلون جراد، يصيدون جراد، هذا هم فيه إشكال، لا يجوز للإنسان أن يقتل الجراد وأن يصيده. وهذا موجود نراه على حال في ديار المقدسة. كفارة قتل الجراد عن كل واحدة تصدق بتمرة أو كف من الطعام، وإذا قتل المحرم جرادا كثيرا فكفارته شاة. هذه في واقع الحال إخواني محرمات الإحرام المشتركة بين الرجال والنساء، هذا اللي قريناها، هذا اللي فهمناها، هي محرمات الإحرام اللي للرجال والنساء على حد سواء. أكو محرمات خاصة بالنساء وهناك محرمات خاصة بالرجال، سيأتي البحث عنها في حلقة قادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للتفقه في الدين ولمعرفة شريعة سيد المرسلين، ويوفقنا لأداء مناسكنا. المهم ليس المهم إنسان يذهب إلى مكة وإلى الحج، المهم أن يذهب بعمل صحيح ومناسك صحيحة، ونسأل الله سبحانه وتعالى منه القبول. اللهم فرج عن إمام زماننا واجعلنا من أنصاره وأعوانه، اللهم ارحم شهداءنا وعافي جرحان المجاهدين، لا تنسون والدي من الدعاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.